أنشطوا وأنجحوا وأكبروا الوجهات السياحية في رواندز خاصة والعراق عامة خلال فصل الشتاء هو جبل كورك شاهق الارتفاع، الذي صار المكان المفضل لدى السياح لقضاء العطل الشتوية. فالاستثمار في قطاع السياحة وخاصة الشتوية بحسب المختصين أدى إلى شيوع هذه الفكرة، فصار المصيف مكانا مكتظا طوال السنة بالناس الذين تقبلوا وأحبوا فكرة السياحة الشتوية، وبالتالي أصبح يدر المزيد من الأموال على القضاء ويشغل الكثير من شبابه العاطلين عن العمل. تجربة جديدة خلص حلوة، ومن نشوف ما شاء الله يعني هي البياض الثلج يعني الجو مالك يتغير، المزاج يتغير. فكرة السياحة الشتوية أغلب أصدقائنا وهون جاي يروحون للثلج وأشوف صور يعني ومناظر حلوة. الثلج هاي مناطقنا تفتقر للثلوج وقليل يجي بيها منخفض جوي، صحيح بارد يمنا تصير بس من جاي نشوف ثلوج ولا اكو يمنا جبال. المواطن العربي او العراقي بالذات يتوق لاجواء الاوروبيه، فطبعا الاوضاع الماديه ما تخلي يطلع لاوروبا، فاقول لك اغلب الاجواء هي موجوده هنا بالشمال بعراقنا، واحنا فطبيعي يجي هنا يتنوع يشوف شكو ماكو يغير النفسيه مالته. المنتجع السياحي على قمة جبل كورك يضم العديد من المنشآت الترفيهية والخدمية والسياحية، منها فندق 5 نجوم لم يكتمل إنشاؤه بعد، هذا بالإضافة إلى الكثير من البيوت السياحية الفاخرة. توجد في حدود مدينة راوندوز عدد من المرافق السياحية مصنفة من نجمة واحدة إلى 5 نجوم، ولا ننسى أن 80% من المواقع السياحية في محافظة أربيل و30% منها على مستوى العراق تقع في راوندوز، أبرزها بيخال وجنديان وجبل كورك وشنقلبانا وورتة وكاولوكان.